حلقتنا لهذا الأسبوع رح تحكيها لنا أم قضت أكثر من 3 سنوات في الشارع هي وأطفالها. من 2017 وإحنا في الشارع حتى من 2020. تجربة صعبة عاشتها بعد الطلاق. هذيك تاع الشارع كانت مأساة. مشيت عند دار الأم تاعي كانوا خاوتي فيها. قلعت ذاك في ذاك الوقت بدأت المشاكل. وين لقات نفسها في تحديات كبيرة. صعيب 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 لدرجة حتى هملت صحتي ما كنتش نمشي للطبيب. العديد من التفاصيل والحقائق راح تشوفوها في حلقة يوم الأحد. كونوا في الموعد.